صاحب سجادها جامعات الرير شيخ عبد الرحمن شيخ عمر العلي الغادرية الورشيقي أنا عالم مدرسة إن بضن علماء صوماليات كاف لحين شيخنا أبو شيخ قاسم شيخ عبد الرحمن شيخ عمر العلي الغادرية الورشيقي شيخي أنا يكون فرحسين كسوق أبو قلك سيارة ذا مشايخ ذا أبو شيخ عبد الرحمن شيخ عمر العلي الغادرية الورشيقي يويل كيسة أنا غليف كيسة خير من الله سيو قرآن وهي قرآن سهادة وفسحية فسحك رود البتين وهشين وأنا إذن فسحية وأنا إذن كفر أحسن وأنا جي فرح ما أنا وحكر بريان قبل غبا مجرا وك خير بدن الله إذن سي ما أتصد غدين أعز ودي وحوي كلام الله الحمد لله مركا هون كان آل كأو بري القرآن كألان نقدو آل القرآن آل الله وخاصيته أساس النبي صلى الله عليه وسلم آل القرآن قرآن كآل كيسة آل الله إله آل كيسة ولما وخاصيته وقدر إله خاصيدي سواء مالي وهي آخرها يوم وهو كلام الله ملكا الحمد لله وملكا كنكتا بريا الحمد لله عبادية عادية بريا وردي سكنكتا قرآنك وكفضل بدن وكلها يا مجرى ولما دنا مدارسة وصبع وصبعها يعني فالله البدن يسير لها هاي ونبي نوشا صلى الله عليه وسلم إن جمع يلي ما ذل أسكول أخري القرآن كا وهيجي ما ونبي نوشا صلى الله وسلم عليه ملائكة وصحابرة أو ما هي ذات كاس إله كتاب كيس أخري هايان يوكم مدارسو هاي يوكم صبعي هاي إسل أخري هاي ملائكته وكوبابه وإمامه مرقس إليه اقتصادي كان إليه لله وضم مقاييس سوارقنا مرك تب وين واه مرك نعم وين واه وار هذه هون وحسون لسكر هون إخلاصك يا إخلاصك وحوار بره هو أصل إخلاصك مرك هذا إذنك إخلاص الذين فرما وحر موت هيسينا وإخلاص كآها لوجه الله تعالى وآخري سينا ساسا بعيدا نفتر كذا وحر موت سيدنا مولا رفول ومغان قارا ينصيدا سواء مركا خير بذن الله إذن سي قرآن كان مقبول ويهي وإذا شك كمجره وكلام الله إلهي حق يسا كلامك كي مذيك سوفر ونبقى سي جبريل إلهي وسودي أن نبغى الله سوى حيود نبغى نسوى قرسي أنت كسو كيسانا مشايخ ذي إيه علماء ذي معلمين تي أي نسوى قرسي موهي مالك وحوه برقى لسك هيلك رماه مالك إذن كان خير الله إذن سيه مقبول الله كدقو مراد دين الله كسهلو ونكون مراد دين الله كسهلو بركة قرآن كالأخيسان بركة ديسة مشايخ ذين للزيارة هاي أبو شيخ عبد الرحمن عمر أبو شيخ محمد شيخ عبد للزيارة هاي ثواب وجارية الله قدو هذين كان أدو هديسين هدي أدو كان تواي إيه كان الله كثواب شو إذن كان خير الله إذن سيو وإن إذن دعيني وحكالو برقى هدان برقى وشي اللي إذن كان دعي لهاي وكخير بدن القرآن كان مجرو إلهي إذن كسبرات كيننا الله سأل خير الله إذن سي الله إذن فوضى إلهي إذن كسبارك الله فيكم الشيخ هاي وهان الدنيا آخران ربنا إنا نهود عيوانا هلينا إن شاء الله ويلعقنا وضنا سيار مقت هدي لسوء هذا يو حنا والله أخريا وحنا والله وعنا وحنا والله قيال إلى مقت وحوا كعنا يوحان قيهينا سيلا ودين كينا قضيه marka quraanka halna wala soo akhriyo marka todoba mar waa soo akhrinay iyo qaybsanay oo todoba mar saasan u qaybsan soo akhrinay hadaan aan halkaan gelinaa insha Allah
marka saasan ahbaabtan ka soo kacno wakiil ka ahayn iyo mid aan anigu ku soconaba saasan in ducada lagu jamceeyo aan dhicin lahay marka khayr allah siiyo waxa inna waa saad u shaqeeyaa marxamaanka waay wax ku weynaa ma jirinba marka shacaliyaan iga dambeeyaa insha allah shaykhaa ku faraxsanahay caawa inaan wajigeena hor fadhino oon idala fadhino oo maanta salli hal salli iskula fadhino aadaan ugu farxaynaa khayr allahaydan siiyo ziyaartana qabuul allah nagu arsuqo walaalkay mucalim yuusuf ayaa waxaa tusay muraadkii halkan laga lahay annanku waxaa waaye ictimaadkeena amba cogsashadeenu waa diinka kalaamuraxma waaye xero adeer sheekhow xoola ma qabtee xegmay leedahay moogahee koohaase wuxuu ura moog tahay koolaasheena aa waxaa la yidhaha sheerubleyna miya adaan ku dheeli waaba yaa layla yaabine wuxuu ura moog tahay meel oo geel laga filahaye oo lo la yimid xaytahaa la yidhi meesha diiqadu geelay ahayd intuu loodu wadaa markaasuu wuxuu wura ninba wixii abkii lahay aruurka la imaajiriyaha uura xeruhe xegmay leedaa maahayne xegmo xoolo kale ma lehe ununka caawa waxa waaye xegmadyaan ku diiqow haynaa waxa waaye akhyaarta aan u nimaday amba midda tagtana cumar ugoor way diimay ku tabeen waa ina haddaan damac adduunya iyo kuma jiraan waan ognahay oo waxa waaye mashaa'ikhdii aan ka soo qalin daarannay oo waalideynteena aheeday anigu haddaan caawo idinku waxaad leedihiin khayr allahina siiyo waxaad leedihiin moog tahay waa idiga mahadnaqaynaa imaata ka timaadeen unukuna waxa waaye unuku waaba waalidkeenu xaqaban uu leeyaho waalidka lafaa la ziyaarayaan bahe qodka leeyanahay moogta ha marka waxa waaye waa gurigaynioon joogno gurigaynioo nimiday waaye marka ilaahay khayrayna jaaziyo waxa waaye unuka cogsashadeenu waa kalaamuraxmaan isagaanana deeqay insha allahu tacaalaa dad la yaqaanaano u nimido dad diinka wax ka yaqaanaan u nimido waxa waaye dad adduunyo ma imaane dad aakhiraan u nimiday marka insha allahu weel cuganna waa wadanaa waana insha allahu inaan liibaanina waa rajaynayna unuka dadka naga dambeeya dadyaalo oo xataa hala soo duceyi yara waa jiraan iska wawajacsan marka insha allahu khayraadkaas marka insha allahu marka hadii ilaah yiraahu unukuna ilaahaasaantayna soo qaaday waxaa tihiin ziyaarta qalbiga yaryo waa idugu tufaynaa unukuna waa nugu tufaysiin waana intaas insha allahu hadday timaado sheekhaasan u weynyahay ha laygu tufo marka sheekhaasaan ku rabnaa ina faatada akhrisin insha allah waa naga codsada waa ka inta fadha inta imaada اللهم صل على سيدنا محمد عفوا الله سيدي مرادد الله سهل مرادد الله سهل كم مقام غير جوه هاي سهل هاي كم كان هاي هاي انا قصدنا الله عفوا الله عفوا الله كريم الا اذا كيس من كان كان بدك سهل سهل ان شاء الله كل ميي aawan meel barakaysan aan joognaa waxaan joognaa war sheekh oo manbac ululuum ah marka mashaa'ikhda nala fadhiidana waa mashaa'ikhdii marjica aheeday ee laysugu soo naqahay marka waxaan rabaa intayna waxaa jirtay kula mashtada alictiqaadu nafacal yasiiru min alqur'aan marka haddaan bismillah ayaan dhahno aan ku tufno waa ku qanacsan yihiinoo waxay tahay ogyihiin marka insha allahu aan tuf ku dhahno mashaa'ikhdayna ilaahay caafiye ya rasuul allaahi sallaa محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد محمد يا رسول الله صلى محمد يا
صلى عليك وسلم على مولانا محمد كل أمكنتي وعصرين علت بك يا حبيبي يا محمد محمد ليتني زرت ضريحا بضيبة ضم جسمك يا محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم على مولانا محمد من أتاك لروم قصد بزورك نال مدلبه محمد محمد نور روضتكم بدا بين قبري والمنابر يا محمد يا رسول الله صلى الله صلى الله عليك وسلم على مولانا محمد وجهك الأبهى مليح وفمك واسع حسن محمد محمد هامة عظمى وشعر إلى أذن هما لك يا محمد يا رسول الله صلى الله يا رسول الله صلى الله عليك وسلم على مولى محمد محمد الله نورك في الجهات وكنت واسع صدري يا محمد محمد يا بعيد الأمانك بيني وختم الوحي بينهما محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله عليه وسلم